المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. واشنطن تصر على رفض عملية عسكرية كبيرة في رفح، وبلينكن يتحدث عن إجماع مع حلفاء واشنطن العرب على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. هل تنجح الجهود في إحراز تقدم جدي قريبا؟ ومع إصرار نتنياهو على رفض إنهاء الحرب كشرط للاتفاق واستمرار المقاومة في المواجهة على مختلف الجبهات، كيف سيؤثر الميدان في الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب؟ قرار وقف الحرب أصعب بكثير من قرار دعمها، وقرار استمرارها بالوتيرة نفسها يبدو أكثر كلفة على واشنطن من قرار وقفها. وعندما يكون الحدث مسألة قرار، يبدو لواشنطن اليوم أنها ليست وحدها صاحبة النفوذ والتأثير، ليس في خصومها بل في إسرائيل قبل الجميع. لذلك تعمل واشنطن على مسارات وعرة بين لقاءات جدة ومفاوضات الدوحة ومباحثات القاهرة ومسار مجلس الأمن الدولي. وبمعزل عما تريده واشنطن أو ما تعلن أنها تريده، فهدفها في العمق هو أمر واحد فقط، صيغة تتوافق مع تصورها الإقليمي انطلاقا مما يحدث في غزة، وتضمن مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى. لا تواجه في ذلك رفضا سياسيا من دول السداسية العربية، رغم أن هذه الدول ليست على رأي واحد انطلاقا من مصالحها وحسابات التداعيات. ما يبدو واضحا هو رغبة مختلف الأطراف المذكورين في إنتاج حل يوقف الحرب بوصفها أصعب ما يمكن استمراره، وهو ما يقر بلينكن بصعوبته وحاجته إلى العمل الكثير. هنا يشتري بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت، فأداؤه رغم كل ما يجري لا يعطي أي مؤشر صلب على جنوح إسرائيل نحو التهدئة أو الهدنة أو وقف إطلاق النار. وبرغم من قرار إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة من جديد لاستكمال المفاوضات هناك، ما زال نتنياهو على خطابه الحربي، ومن أبرز ملامحه الحديث عن رفض وقف الحرب ومتابعة الاستعدادات للعدوان على رفح. ومن دون مواربة لم تنجح الجهود الدبلوماسية في نجم هذا الخطاب ومفاعيله الميدانية، وهنا موقع المقاومة في غزة وجبهات الإسناد ضمن المشهد، لجم النار بالنار ولجم سقف الشروط الإسرائيلية بأعمدة الشروط الميدانية المنطلقة من الوقائع على قاعدة استمرار مواجهة العدوان وتطويرها إلى أن تتضح صيغة حل ترضاها المقاومة في غزة. مشاهدينا، سنراجع الموقف فيما يجري في غزة على الصعيد السياسي مع ضيوفنا من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد السعيد إدريس، ومن رام الله مدير عام مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل الدكتور معمر عرابي، ومن واشنطن المستشار السياسي لمركز ميريديان للدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد صفوري الذي سأبدأ معه بعد التحية لكل الضيوف. دكتور خالد، هل زيارة بلينكن وجولته واجتماعاته وما صرح به هذا اليوم، هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يدفع مسار التفاوض وأن ينقذه من الانهيار؟ تحياتي لكل الضيوف الكرام. يعتمد أي تفاوض، أمريكا تتكلم عن تفاوض وهي لا تستطيع أن تجبر الدولة التي تمدها بالسلاح وبالمال وبالدعم الدبلوماسي والغطاء بارتكاب جرائمها، لا تستطيع أن تقنعها بوقف الحرب. فأي اتفاقيات أمريكا الآن تتكلم عن، أو على الأقل إدارة بايدن في نهاية عهدها ولا على وشك أن تخرج مهزومة من انتخاب الرئاسة الأمريكية، الآن تتكلم عن ترتيب عملية سلمية. علينا كذلك أن لا نخدع نفسنا، أمريكا لا تفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. أمريكا قالت في أكثر من مرة أن هذا وقف هدنة مؤقتة، وعلى إسرائيل أن تكمل عملها. أمريكا تعتقد أن الخلافات في التفاصيل وليس الاختلاف في أن تصفية المقاومة في غزة هو الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية. فأمريكا تعتقد وقف إطلاق النار الآن، إخراج الرهائن الإسرائيليين وإخراج بعض السجناء الفلسطينيين الذين ستقوم إسرائيل باعتقال أغلبهم مرة أخرى مثل ما حصل في الصفقة الأولى. المشكلة في هذه الصفقة أنه هذه الصفقة أكثر تعقيدا من الصفقة الأولى. الصفقة الأولى عندما تم وقف إطلاق النار لفترة وجيزة
تم إطلاق سراح جزء كبير من الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم كانوا إما من كبار السن أو من النساء والأطفال. لكن الصفقة الحالية غالبية العظمى إذا لم يكن كل المعتقلين الإسرائيليين هم من الجيش ويخدمون في الجيش الإسرائيلي أو جنود في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي التبادل لم يكن بهذه السهولة. إسرائيل المرة الأولى أطلقت سراح الغالبية العظمى كانوا معتقلين إداريين، يعني لم يتم محاكمتهم. لكن دكتور عفوا، الانطباع السائد حاليا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضغط بكل الوسائل على بنيامين نتنياهو لتمرير الصفقة وقضايا أخرى طبعا غير الصفقة أو تشملها الصفقة، موضوع المساعدات وتمريرها وإلى آخره، لكن نتنياهو حتى هذه اللحظة متمرد على 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 هذه الضغوط. هذا الانطباع سائد عند يعني الغالبية اليوم. هل هذا فعلا هو المشهد دكتور؟ هل فعلا أنه سمعنا وهناك من لديه قناعة معاكسة، وسمعنا الأمين العام لحزب الله يقول بصراحة أنه بايدن إذا أراد وقف هذه الحرب ممكن بشطبة قلم يعني تتوقف؟ هذا كلام صحيح، وعلينا كذلك أن لا نخدع بالكلام الذي يقوم به وزير الخارجية الأمريكي في عواصم. أول شيء المملكة العربية السعودية ليس لديها النفوذ لا على حماس وليس لديها العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من أجل أن تلعب أي دور في هذا الموضوع. مصر هي الدولة التي أكثر تستطيع أن تلعب دور أكثر نتيجة حدودها مع غزة، ونتيجة أن مفاوضات مع حماس تمر جزء كبير منها إما عن طريق قطر ولا وإما عن طريق مصر. لكن علينا إذا أردنا أن نصدق الرسالة الأمريكية علينا أن نرى ما تفعل أمريكا هنا في الولايات المتحدة. اليوم تم التصويت في مجلس في الكونغرس الأمريكي على وقف كل التمويل للأونروا، وإذا كانت وزارة الخارجية والبيت الأبيض معترضين على هذا الموضوع، طبعا الرئيس الأمريكي قال أنه سيوقع على هذا القرار فورا، لم يكن هنالك أي اعتراض من قبل الإدارة الأمريكية، والجميع يعرف أنه تصفية أونروا هو جزء من تصفية قضية اللاجئين وقضية العودة. عندما يكون هناك مشروع قرار في الكونغرس، وأنا عايش في مدينة واشنطن تقريبا 40 سنة وأعرف دواخلها كلها، عندما كان يأتي مشروع قرار والرئيس غير راضي عنه أو وزير خارجية يذهب إلى الكونغرس ويجتمع مع اللجان المسؤولة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مجلس الشيوخ ويقول لهم أن هناك موضوع مهم في تأجيل هذا الموضوع أو رفضه لأن هنالك مرتبط موضوع الأمن القومي وعلى الكونغرس أن يمرره الآن. هذه الإدارة لم تقم بأي شيء لوقف التصويت على هذا الموضوع ولم تقل كلمة واحدة، بالعكس قالت أنه إذا تم التصويت عليه ستتوقع عليه. حتى عندما سئل رئيس مجلس الأمن القومي ومتحدث باسم وزارة الخارجية خلال الأسابيع الماضية حول الموضوع قالوا إذا تم التمرير مشروع سنوقع عليه، يعني لم تصدر كلمة اعتراض نهائيا على موضوع الاستمرار في التعذيب الفلسطينيين، لأنه هيئة الأونروا هي هيئة أممية مسؤولة عن الغذاء والدواء والعلاج والتعليم للاجئين الفلسطينيين اللي هي إسرائيل سبب هذه المشكلة، ورغم ذلك الإدارة الأمريكية لم تعترض وبكلمة واحدة. فكيف علي أن أصدق وزير الخارجية الأمريكي اللي يتكلم عن حل سلمي لعملية للخلاف أو إقامة دولتين أو كل هذا الكلام؟ هذا كلام فاضي وليس له أي قيمة بالفعل. دكتور محمد سعيد إدريس حياك الله، وأيضا في جانب آخر مما تحدث به الدكتور خالد هو العملية العسكرية المزمعة في رفح والذي يعني يصر عليها بنيامين نتنياهو. هل رفض واشنطن لهذه العملية، وطبعا هذا الموقف صدر من القاهرة وموقف القاهرة كذلك يرفض هذه العملية ويعني يعتبر بأنها عملية لا يجب أن تنفذ وفيها مخاطر، هل تكفي هذه المواقف الرافضة خاصة من المعنيين المباشرين ومصر أحد هؤلاء المعنيين في موضوع رفح تحديدا؟ هل يكفي الرفض الأمريكي المصري للقول أن العملية يمكن أن لا تحصل؟ أولا تحياتي لك حياك الله المشاهدين وضيوفك الكرام. أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن هذه الإدارة الأمريكية يأتي منها أي خير للشعب الفلسطيني أو للشعب العربي بشكل عام. هذه الإدارة مع تصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة
والمخطط تضحية غزة بالكامل من شعبها وتهجير الشعب الفلسطيني من غزة مخطط قائم إن لم يكن من البر عن طريق معبر رفح إلى مصر أو عن طريق الميناء الجديد الأمريكية المواجهة للشاطئ غزاوي. أعتقد أن يعني ولا مرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين صرح بأن بلاده مع تطالب بوقف الحرب في غزة ولا مرة، مش مرة عمره، ولم تكن أولوية أمريكية في أي حال من الأحوال. يعني إحنا نلحظ مهزلة مبكية بشكل كامل تكشف أو تفضح حقيقة الموقف الأمريكي. طائرات أمريكية مكتوب عليها إسرائيل تقصف الشعب الفلسطيني في غزة، وطائرات أمريكية تلقي بالأغذية إلى غزة. أي يعني مهانة، أي مهانة، ويعني على من يحاولون بيع هذه المواقف الواهية أن أمريكا يمكن أن تقدم شيئا. أمريكا يهمها شيء واحد، مصلحة أمريكا، ويهمها إسرائيل أن تبقى إسرائيل قوية، أن تسترد عافيتها مرة أخرى، أن تنجو مما حدث في طوفان الأقصى، وأن يعني بالذات مسألة التسوية الإقليمية. يعني أيضا هنا دكتور، العربية دكتور، الأخبار العاجلة الآن تقول بأن يوف جالانت سوف يزور واشنطن، وأن العنوان الأساسي للزيارة سيكون طلب الأسلحة وطلب طائرات F-35 والذخائر التي، يعني في تقارير كذلك تحدثت أن الإسرائيليين بدأوا يستخدموا ذخائر منذ العام 53 مخزنة في المخازن، وبالتالي في هناك نقص في الذخيرة. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ يعني في الوقت الذي الولايات المتحدة ستعطي جالانت كل ما يطلب من الأسلحة، وفي وقت آخر تقول أنني أمارس أقصى أنواع الضغط لتمرير الصفقة أو لمنع الذهاب إلى معركة كارثية على المدنيين في رفح. يعني في نوع من التناقض ربما أشار إليه قبل قليل كذلك الدكتور خالد. يعني هي قضية يعني خلاف شكلي بين رئيس جو بايدن وبين شخص نتنياهو. شخصنة الأزمة، محاولة بشخصنة الأزمة، يأتي جالانت يأتي غير جالانت، يمكن التفاهم معه على ما تريد أمريكا من أشكال معينة تؤدي إلى تسويق موقف أمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في التي جرت يوم الثلاثاء في ميتشيغان وغيرها من الولايات أخرى تبين ارتفاع نسبة تصل 17 أو 20% أوراق مكتوب عليها يعني موقف رافض لا يعني التصويت، متحفظ على التصويت، معناه أن هؤلاء يعني قابلين للزيادة. هذا موقف ضد الحزب الديمقراطي، وأن في تحرك لمرشح ثالث بديل لترامب وبديل لبايدن، مرشح ثالث يؤيده الشعب الأمريكي، لا هو شخص بمساوئ بايدن ولا بمساوئ ترامب. هذه كلها ضغوط على الرئيس الأمريكي يحاول من خلالها أن يفعل شيء شكلي يجمل موقفه القبيح في الأوساط الأمريكية، وفي نفس الوقت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تسوية إقليمية بعيد أو تجدد مساعي تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. اسمح لي أعود دكتور محمد، أعود لموضوع رفح. الرفض المصري، الرفض الأمريكي عبر عنه، الرفض المصري، هل إذا قالت القاهرة لا نرفض عملية في رفح هذا يوقف؟ وإذا لم يوقف ماذا يمكن أن نتوقع؟ كيف سيكون الموقف؟ تحدث عن مصر يعني هنا. حتى الآن الموقف المصري يعني ممكن أحطه بين مزدوجين باهت، بمعنى يعني أعتقد مصر تملك قدرات أعلى من هذا. يعني الموقف المصري يعني يخفي ما فيه من مخزون عزة وكرامة وطنية مصرية، والشعب المصري يغلي داخله. شو الأسباب دكتور؟ هذا الموقف شو الأسباب؟ يعني ما هي الأسباب دكتور؟ أسباب كثيرة جدا. أن يعني هي الحكومة المصرية بتدير المسألة من مفهوم تسوية سياسية وليس صراع مع إسرائيل. يعني واضح أن ما في ليس هناك نوايا يعني رسمية مصرية للصدام مع إسرائيل أو للصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تحاشي أي نوع من أنواع الصدام. يعني ما في مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في يعني في اتفاقيات استراتيجية، ونتكلم عن كلمة استراتيجية فقدت معناها بصراحة. يعني الواحد يحزن أنه كلمة يعني ينتمي إلى شيء وظيفي، نعم. يعني يحمل كلمة استراتيجية، لأن هذه الكلمة يتم استغلالها بشكل قبيح جدا جدا. وأنا أتصور أن أمريكا هي العدو وليست الحليف الاستراتيجي، يعني بكل معاني الوطنية المصرية أمريكا هي العدو وليست إسرائيل فقط. إسرائيل مجرد أداة أمريكية، وما الموقف الأمريكي اللي أعلن موقف كان واضح جدا، موقف نعم. منذ حرب طيب هنا طوفان الأقصى لن تسمح بهزيمة إسرائيل أمريكا. طيب هنا دكتور سأعود لموضوع التباينات الأمريكية الإسرائيلية، وطبعا هذا الموضوع ربما يحتاج أيضا لمزيد من النقاش، لكن دكتور معمر عرابي حياك الله، وأيضا نريد فهم بعض المصطلحات التي استمعنا إليها سواء من بلينكين في القاهرة أو حتى بمشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن. بدأنا نسمع عن وقف إطلاق نار مستدام أو وقف إطلاق نار تام، هل هذا مقصود؟ يعني هل هناك تحول في ترى أن هناك تحول في الخطاب الأمريكي نحو مسألة وقف إطلاق النار، أم هي مجرد مصطلحات؟ يعني مستدام يعني قصده أن يكون هدنة شوي طويلة وليس وقف شامل لإطلاق النار. هل يمكن التعويل على هذه المفردات للقول أنه في تحول؟ يعني بداية دعني أؤكد على ثلاثة أمور حتى تكون واضحة لنا وبناء عليها لنستطيع أن نفهم ما يجري. أولا، عندما يتم الحديث عن رفح وقرار أمريكي بالمجلس الأمن وعدم الدخول إلى رفح، نحن نشهد أكبر عملية تزوير وكي وعي للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي والكذب على العالم أن الموضوع وكأنه موضوع رفح. أنا أعتقد أن ليس رفح هي نهاية الحكاية، إنما يجري الآن هو عملية ذبح وتقتيل وحرق لغزة. لذلك هم يستخدمون قضية رفح جزء من استراتيجيتهم المعهودة، وهي شراء الوقت وبيع الوهم للمجتمع الدولي. اليوم وكل يوم، نحن اليوم في اليوم 67 بعد الماء في غزة، غزة تحرق وغزة تقتل، ورفح لا تختلف، دمروا خان يونس ودمروا غزة ودمروا الشمال، وهم يتحدثون جزء من الملهى. لذلك يجب أن لا نقع فريسة هذه الملهى بين جولات مكوكية نريد أن نمنع الذهاب إلى رفح، وأن رفح هناك مدنيين وكأن غزة لا يوجد فيها مدنيين. لذلك نحن نحذر من هذا الوهم الكبير التي تقوده الولايات المتحدة. اليوم أنا أقرأ تقرير في الـ NBC أن إسرائيل تشكر الولايات المتحدة أن جميع العمليات أو نجاح النجاحات العملياتية التي تقوم بها من اغتيال للمدنيين وقادة المقاومة هي نتيجة التكنولوجيا الذكية التي تزود أمريكا بها إسرائيل من خلال البصمات الصوتية وغيرها. لذلك كما ذكرنا ونذكر دائما أن أمريكا هي شريك في العدوان، هي جزء أصيل. لا نريد أن نلتفت لما يقوله بلينكين أو بايدن، من يحكم في أمريكا هي الدولة العميقة، من يحكم في أمريكا هي مجموعات الضغط والمناصرة لإسرائيل، هناك مجموعات الإبك ومجموعة التشاي والكونغرس وغيره. لذلك هناك قرار أمريكي منذ البداية، ما يجري على الأرض هو قرار أمريكي لترتيب إقليمي واسع. اليوم ليس الموضوع فقط غزة وليس الموضوع رفح، هو الموضوع الشعب الفلسطيني. هم يحضرون لنا لنكبة جديدة وتغريبة جديدة للشعب الفلسطيني، ومنذ أكثر من شهر هم يقودون هذه الملهى أننا نريد أن ندخل رفح ولا نريد أن ندخل رفح. ما يجري اليوم في غزة، غزة تحرق غزة تقتل. اليوم نحن في اليوم 21 من أذار، يوم الأم العالمي التي تكرم بها الأم الفلسطينية. نحن هناك تقارير أن هناك أكثر من 6000 أم قتلت وذبحت واغتيلت في غزة، بمعدل 37 أم فلسطينية تقتل كل يوم. 70% من البيوت في غزة دمرت بالكامل. يتحدثون كثيرا عن التهجير القسري، هم يرفضوا التهجير القسري بين قوسين، ولكن هم هندسوا الظروف في غزة هندسة سكانية وجيوسياسية من أجل خلق بيئة طاردة للحياة، من أجل تهجير الشعب الفلسطيني. بالأمس كان هناك استطلاع للرأي للفلسطينيين، 90% من أهالي غزة يقولون حتى لو فتحت الحدود نحن لا نهاجر من غزة ولن نهاجر،
ولكن هم يخلقون الظروف الذاتية والموضوعية ابتداء من إغلاق المعابر والممر المائي بين قوسين الإنساني وما بين قيل عن الجزر الصناعية وما بين خطة نتنياهو من أجل ترحيل المدنيين من غزة. هناك تقارير إسرائيلية وأمريكية منذ سنوات ما قبل 7 أكتوبر تتحدث أنها تريد غزة تقليم غزة بحيث أن تكون غزة غير قابل للحياة وأن لا يسكنها عدد كبير من السكان ليكون أقل من 1 مليون فلسطيني. لذلك هي ملهاة كبيرة، استراتيجيتهم هي بيع الوهم وشراء الوقت. لذلك علينا ألا نعول كثيرا على موقف الإدارة الأمريكية، لأن من يتحكم في أمريكا وفي إسرائيل ونتنياهو هو هي الدولة العميقة، ليس الإدارة الأمريكية. بايدن لا يستطيع أن يقول لا للكونغرس إذا قال الكونغرس لنوقف المساعدات الأمور وغيرها. لذلك هذه استراتيجية الملهى التي تتبعها الإدارة الأمريكية وزيارته المكوكية للعالم العربي، والبيان الذي صدر اليوم الذي لا يستحق ذكره ولا يستحق الحبر الذي كتب به هذا البيان. سوف نعرض بعض المواقف حول ملف الذي نتحدث فيه اليوم، خاصة ما يتعلق باجتماع السداسية، ثم نسأل به ضيوفنا في المسائية. اجتماع سداسي لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استضافته مصر للبحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. المجتمعون أكدوا أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر. هذا وأكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وجددوا رفضهم لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وأكدوا ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. بالتوازي، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من العواقب الخطرة لأي عملية إسرائيلية في رفح، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وفتح آفاق المسار السياسي لحل الدولتين. أما الخارجية الأمريكية فلفتت من جهتها لأن بلينكين بحث مع السيسي مفاوضات التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع على الأقل، فضلا عن الإفراج عن جميع الأسرى. في المقابل، هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون دورمير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باجتياح إسرائيل لرفح، وأضاف أن التدخل سيجري حتى لو أدار العالم كله ظهره لإسرائيل، حتى لو كلف ذلك إسرائيل شقاقا عميقا في العلاقة مع الولايات المتحدة. الأوضاع في غزة حضرت في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل أنه لا يمكن التغاضي عما يجري في غزة. بوريل قال أن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وشدد على أهمية تنفيذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية صادر في 26 من كانون الثاني يناير لا الانتقام. دكتور خالد، أتحول إليك مباشرة. الحاجة إلى هذا الاجتماع والمواقف التي خرجت منه اجتماع السداسية، وكأن أيضا دكتور أمام مواقف مكررة، لكن تبدو الاجتماعات يعني ما يجري في هذه الاجتماعات أو أهدافها ليست ما قريبة مما يخرج منها من مواقف. هل تعتقد أن هذا التوصيف أو هذا التشخيص صحيح؟ مثل يعني الشعب يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ونحن لدغنا 50 مرة سواء من المجتمعات الغربية من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا. الكلام عن عملية السلام يتم منذ سنة 1992-93، وهذه الدول لا تستطيع أن تجبر إسرائيل أن تقوم بأي شيء، حتى الدولة أو الحكومة الأمريكية التي هي مصدر التمويل الأساسي والتسليح الأساسي والغطاء الدبلوماسي والسياسي لإسرائيل لا تستطيع أن تجبر إسرائيل على وقف العمليات العسكرية، ولا تستطيع أن توقف عملية الاستيطان واللي هي عملية غير قانونية. إسرائيل تخرق القانون الدولي بشكل مستمر ولا يتم عقابها. نحن شاهدنا كيف يتم معاقبة دول حول العالم بعقوبات شديدة من الأمم المتحدة وبمقاطعة وبحصار اقتصادي، من كوبا إلى سوريا إلى اليمن والعراق لمدة 15 سنة
لكن عندما يأتي خرق إسرائيل لقوانين الأمم المتحدة، أمريكا جاهزة دائما لاستعمال الفيتو من أجل حماية إسرائيل في الاستمرار في خرق هذه العمليات. 95% من تمويل المستوطنين في الضفة يتم في أمريكا، ولم تقم الحكومة الأمريكية بأي قرار. إذا كانت أمريكا تريد حل الدولتين، فيتعرف أن حل الدولتين بحكم المنتهي نتيجة الاستمرار في سرقة الأراضي من قبل المستوطنين. إذا كانت أمريكا فعلا لديها نية خالصة أو حريصة على هذا الموضوع، لقامت بمعاقبة هؤلاء المستوطنين مثل ما تعاقب الدول العربية عندما تعتقد أنها تخترق وتمارس خرق للقوانين. يعني هذه دكتور ازدواجية السياسات وازدواجية المعايير عانى منها العالم وعانت منها المنطقة العربية بشكل أساسي. لكن أريد أن أعود دكتور لموضوع التباينات الأمريكية الإسرائيلية وتشديدك وتشديد الدكتور محمد كذلك والدكتور معمر على أنه لا فرق وأن الولايات المتحدة لديها ذات الأهداف الإسرائيلية. لكن هناك من يطرح المسألة دكتور من زاوية مختلفة لها علاقة بالتباينات بين بايدن ونتنياهو تحديدا وما يتعلق منها بالانتخابات المقبلة وبعودة دونالد ترامب، بمعنى أن التباينات قائمة على بقاء بايدن أو بقاء نتنياهو وليس مصير غزة. أخي الكريم، قبل يومين قام 400 من أثرياء اليهود في الولايات المتحدة بتأسيس تجمع معارض لأيباك، وهو يعترض على موقف أيباك الداعم بشكل غير مشروط لإسرائيل، وهم يطالبوا وقف إطلاق النار. وهذه المجموعة قالت أنها ستدعم الديمقراطيين والرئيس الأمريكي إذا توقف في وجه أيباك. ورغم ذلك لم نجد الرئيس الأمريكي يتراجع عن أي موقف له في اتجاه أو في دعمه لإسرائيل. يعني هنالك في الولايات المتحدة الآن شرخ داخل الجالية اليهودية. نحن شاهدنا سيناتور شومر عندما تكلم في مجلس الشيوخ وهاجمته الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين، وهو لم يكن أول يهودي يتكلم وينتقد إسرائيل. برني ساندرز ينتقده منذ أكثر من شهر. هنالك عضوين أو ثلاث أعضاء في مجلس النواب، وحتى أحد الصحفيات الإسرائيليات في صحيفة الجيروزن بوست كتبت على تويتر أنه الجالية اليهودية تدمر نفسها في الولايات المتحدة نتيجة هذه الخلافات. ورغم ذلك هذه فرصة ذهبية لبايدن أن يلعب هذه اللعبة ويضغط على حكومة نتنياهو بشكل فعال، إلا أنه لم يقم بذلك. هو يستطيع أن يمارس الضغوط، وهذه جزء من الجالية اليهودية يقف إلى جانبه، جزء من الجالية اليهودية غير سعيد بما مجريات الأحداث والذي يحصل في إسرائيل. كذلك الجيل الجديد في الجالية اليهودية جزء كبير منه هم الليبراليين ويساريين ولا يريدون حكومة يمنية وتحويل إسرائيل إلى دولة دينية. فكل هذه الأمور هي بيد أي رئيس أمريكي يريد أن يستغلها في فرض أو في الضغط على رئيس وزراء إسرائيل. طيب نحن نذكر بعض، الرئيس الأمريكي لن يقوم بأي خطوات فعلا تضغط على إسرائيل. لم يوقف التسليح، لو يوقف استعمال الفيتو، والآن تدعي أمريكا أنها تريد تقديم مشروع في الأمم المتحدة. أنا متأكد أن مشروع القرار الذي سيتم تقديمه من قبل الولايات المتحدة سيكون مفصل تماما حسب احتياجات إسرائيل. سينادي إلى هدنة مؤقتة 4 إلى 6 أسابيع بحد أقصى، وسينادي في تصفية حماس. الاختلاف الأمريكي مع إسرائيل هو في عملية رفح، أن أمريكا تستطيع أن تقضي على حماس بدون أن تدخل في مدينة رفح. وقالت أمريكا وقالوا مسؤولين أمريكيين حتى عسكريين أن إسرائيل عليها أن تحاصر المنطقة وتقوم بعمليات عسكرية محددة في مناطق محددة في غزة، وبعملية اغتيال واستعمال الأجهزة الإلكترونية المتطورة والمعلومات الاستخباراتية في تصفية حماس، وبدون أن تدخل في معركة كبيرة في رفح تؤدي إلى خسائر مدنيين، خسائر كبيرة في المدنيين وخسائر كبيرة في العسكريين الإسرائيليين. يعني اهتمام أمريكا في النهاية هو في النتيجة، يعني هي تريد ما تريده إسرائيل، لكن الاختلاف لكن بطرق أخرى. دكتور محمد سعيد إدريس، عندما نتحدث عن تواصل الإدارة الأمريكية مع الأطراف العربية الحالية، طبعا التصريحات تحدثنا عنها وأشرنا إليها قبل قليل، موضوع حل الدولتين، التركيز على المساعدات وزيادتها في غزة، المطالبة بوقف إطلاق نار، هذه المواقف المكررة. لكن التقارير وما تشير إليه خاصة ما ينشر في بعض الصحافة الغربية يشير إلى أن تواصل الإدارة الأمريكية مع الأطراف العربية في مكان آخر تماما،
وأن الإدارة مهتمة بترتيب مصير غزة بعد هذه الحرب بعيدا عن المقاومة وبعيدا عن حماس، وأنها تريد مساعدة أطراف عربية في هذا الأمر، سواء تركيب حكومة تكنوقراط ومهامها في رام الله أو قوات شرطة تنتشر في غزة وغيرها من التقارير الأكيد حضرتك مطلع عليها. هل هذا جوهر ما يبحث الآن بعيدا عن البيانات السياسية ذات المصطلحات العمومية؟ يعني أولا خلينا نتفق على شيئين، أن هذا هو ما يطرح، هذا ما هو يطرح لكسب وقت وللتمويل، ولكن الأهم من وجهة نظري أن ما يشغل العقل الأمريكي الآن ورئيس بايدن وإدارة بايدن والأمريكان والإسرائيليين وقضى عرب للأسف هو محو واكتثاث ما تحقق من وعي أو نهوض في الوعي العربي والفلسطيني في عودة إلى أصل الصراع كقضية تقرير مصير للشعب، يعني انتزع من وطنه ويهجر سواء وهو في وطنه أو خارج وطنه الشعب الفلسطيني. ما حدث في طوفان الأقصى ورد الفعل الذي حدث والنتائج المذهلة التي حدثت سواء فيما يتعلق بتهاوي الكبرياء الإسرائيلي وضرب مفهوم إسرائيل قوة إقليمية عظمى وضرب مفهوم السلام وعبثية كل مسيرة السلام التي حدثت، الآن مطلوب العودة مجددا إلى ما قبل طوفان الأقصى، أن تعود العقلية العربية مرة أخرى إلى ما قبل طوفان الأقصى، دائرة أوسلو وما شابهها بأوسلو والدولة ويتبرع قضى عرب يتبرعوا يتكلموا عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح. من الذي يهدد من؟ من أولى بالرعاية؟ أمن من هو الذي بحاجة إلى دعم؟ الأمن الفلسطيني أم الأمن الإسرائيلي؟ إسرائيل بكل ما عندها من قوة سلاح نووي وغيره وغيره التي تهدد الشعب الفلسطيني شعب أعزل، هو الذي يخيف إسرائيل أم إسرائيل هي التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني؟ ورغم هذا يتبرعون بالقول دويلة فلسطينية منزوعة السلاح منزوعة كل شيء، يعني مسألة هامشية، يعني مطلوب تصفية القضية الفلسطينية، والآن مطلوب رأس المقاومة. عندما يأتي وزير الخارجية الأمريكي كلامه كله في نسبة الرفح والرئيس الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي وما يبحث وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي عملية في رفح لا 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 تعرض الشعب المدنيين للخطر ولكن تؤدي إلى تصفية حماس، مطلوب القضية شخصنة المقاومة أنها حماس. يعني هون دكتور محمد فقط وهذا خيار التصورات غير واضحة، يعني مسألة أن يعني مسألة أن تنشئ ميناء رصيف بحري ثم تنشئ آلية توزيع مساعدات داخل غزة ثم تأتي بحكومة تكنوقراط من رام الله لتعطيها بعض المهام، يعني بمعنى أنه كل هذا يجري قبل وقف الحرب، يعني وكأننا يعني في تصورات أمريكية حتى موضوع التهجير، موضوع هل هناك ضبابية، يعني عدم وجود تصورات كاملة لدى الإدارة الأمريكية، أم أن ما نقرأه ما نتابعه من تصريحات حاليا هو معاكس للواقع، في تصور لكن حتى هذه اللحظة لا يعني غير مكتمل أو غير معروف. أنا يعني إذا عدنا إلى يعني أصل الكلام اللي كنا بنتكلم فيه، يعني الخلاف بين جو بايدن الذي يتفاخر بأنه صهيوني أصيل وبين نتنياهو لا يزيد أو لا يختلف كثيرا عن الخلاف بين بيني جانتس وبين نتنياهو، بمعنى هو خلاف شكلي، يعني جو بايدن يعني زي ما قالوا اليهود الأمريكان أنه أكثر وطنية من نتنياهو، أكثر حرصا على إسرائيل من نتنياهو، أصبح مطلوب النهاردة إزاحة نتنياهو وأن يأتي شخص آخر يستطيع أن يتفاهم مع الإدارة الأمريكية ويعود بإسرائيل مرة أخرى إلى رشدها أن تحقق مصالح إسرائيل، لأنهم يرون أن نتنياهو أصبح خطرا على مستقبل إسرائيل، ما يفعله نتنياهو هو خطر على مستقبل إسرائيل، يروح ينزح نتنياهو ويأتي شخص رشيد آخر
يعيد لإسرائيل توازنها أمام العالم، لأن إسرائيل خسرت كثير جدا جدا، وداخل الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كثير جدا، مطلوب إنقاذ من نفسها. هذا تعانيه الإدارة الأمريكية، وهذا ما يحدث من تحركات، وهذا ما يحدث من تجميل لمقترحات، يعني ما يتعلق باليوم التالي لما بعد إنهاء الأزمة أو إنهاء الحرب في غزة. هل خلى من تصفية حماس؟ هل خلى من أمن إسرائيل هو الهدف الأول؟ هل خلى؟ لا، الهدف الأول هو أمن إسرائيل. يقولون بقى أن تأتي مصر وتأخذ قطاع غزة مؤقتا تديره إلى حين يتم تهيئة السلطة الفلسطينية، هذا مقترح مصر بترفضه، ولكن مقترح العشائر والعمد وغيره وغيره. ما تفعله السلطة الفلسطينية كارثة، ما تفعله السلطة الفلسطينية. حسين الشيخ حضرتك ما بيعمل إيه؟ باسم مين؟ باسم من يتكلم؟ باسم من يتكلم؟ باسم من في الفلسطينيين يتكلم حسين الشيخ ويتكلم الرئيس؟ يعني هو للأسف يا للأسف دكتور، يعني لم يعني حتى هذه الشخصيات تتحدث باسم الشعب الفلسطيني غير منتخبة، غير منتخبة وغير شرعية كذلك، يعني وهي التي يعني يعني هو على رأس منظمة التحرير الفلسطينية، يعني التي فصائلها كلها بأغلبها لا توافق، يعني أو على خليني أخذ رأي الدكتور معمر بهذا الأمر باعتبار أنه يتكلم من رام الله. تفضل دكتور. يعني أنا أعتقد ما قاله الإخوان هو صحيح وأتفق معهم 100%. ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني هو عملية تصفية ممنهجة. هناك فرق بين الأهداف المعلنة التي رفعها الاحتلال في بداية الحرب، وهي تصفية المقاومة وحكم حماس ومستقبل غزة، وبين الأهداف الغير معلنة. أنا باعتقاد الأهداف الغير معلنة هي الأخطر. إنما يجري اليوم في غزة كما ذكرت لكم سابقا إعادة هندسة سكانية جديدة بجعل غزة غير مترابطة. الهدف هو خلق البيئة الطاردة لغزة حتى يتم التفرغ للضفة الغربية. المعركة الحقيقية والدماء ستكون في الضفة الغربية. هناك حرب ضروس في الضفة الغربية، ولكن للأسف الإعلام لا يغطي ما يجري في الضفة الغربية. ما يجري هو إعادة هندسة مستقبل الشعب الفلسطيني وتحطيم أحلام الشعب الفلسطيني. لذلك عندما تحدثنا عن الاجتماع السداسي، أنا أعتقد البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع لا يستحق الحبر الذي كتب فيه. هم يتحدثون عن دولة منزوعة السلاح وترتيبات أمنية بين الحدود الفلسطينية والمصرية، ويتحدثون عن المبادرة العربية التي أعلنوها في عام 2002. عن أي دولة يتحدثون؟ الآن نحن نحارب جيشين في الضفة الغربية، هناك جيش الاحتلال وجيش المستوطنين. هناك أكثر من مليون مستوطن يعيش بيننا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. نحن نواجه أكبر حرب استيطانية، هناك أكثر من 512 بؤرة استيطانية ومستوطن استيطاني. لذلك على القيادة الفلسطينية أن تفهم عندما تحدث أن الحرب هي ليست ضد حماس، هي الحرب على الشعب الفلسطيني. صحيح. وعلى كل مكونات الشعب الفلسطيني. أنا قرأت تقرير اليوم بالمناسبة، وهذا يؤشر أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع مقاوم. هناك تقرير على سبيل المثال هم يريدون أن يشخصنوا المقاومة بحماس. لا، المقاومة هي كل ألوان الشعب الفلسطيني على كل ألوانه السياسية والفكرية. هناك كتائب عمر القاسم وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وحماس والجهاد وكتائب الأقصى. اليوم قرأت تقرير إسرائيلي رصد منذ عام 2020 حتى اليوم بالنسبة للعمليات الفدائية التي تقوم بها المقاومة في الضفة الغربية، هناك 78 ممن قاموا بهذه العمليات هم أعضاء في أجهزة الأمن الفلسطينية، بمعنى واحد من كل سبعة. هذا يدل أن من هو موجود في الأجهزة الأمنية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية بات يدرك جيدا أن السلطة مستهدفة والمقاومة مستهدفة وكل ألوان الشعب الفلسطيني. يكون واهما من يريد، هو من يرفض عودة السلطة الفلسطينية لغزة؟ هي إسرائيل. لذلك هي الحرب على الشعب الفلسطيني، هم لا يريدون أي كينونة ومستقبل للشعب الفلسطيني. لذلك يجب الكف عن هذه الملهى. أما بالنسبة للعربي الرسمي، النظام العربي الرسمي، صدقني أن النظام العربي الرسمي متورط ومتورط جدا في المؤامرة على غزة. المطلوب رأس المقاومة، المطلوب إبادة أحلام ومستقبل الشعب الفلسطيني. لذلك اليوم المقاومة في غزة ليس أمامها سوى خيار واحد، كما قال نيكولاي ستروفسكي في كيف ساقينا الفولاد، أمامكم موت محتمل وخلفكم موت أكيد. لا يمكن للمقاومة أن تتراجع، لأن تراجع المقاومة هو يعني الموت الأكيد. الموت الأكيد. سوف أرى التقرير دكتور وضيوفي، له علاقة بجبهات المساندة، يعني الوضع في الإقليم بشكل عام. التقرير لحبيب عز الدين ثم أعود. تطور في نوعية النيران، تطور في نوعية الأهداف،
تشابك وتلاحم من هنا من باطن الأرض من الأنفاق القتالية. سنعيد ونفكك عظامهم وسنعيدهم إلى إسرائيل بتوابيت. عمليات مشتركة لمختلف فصائل المقاومة، تنسيق وتناغم بين أرض غزة وسمائها، ونتائج محققة وفعالة تتردد على ألسنة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباطه. غزة الجبهة الرئيسية في جبهات محور المقاومة الذي يتصاعد عموديا من حيث القدرات والإمكانات والمواقف وتوسيع دائرة النار. بدا ذلك جليا في اليمن الذي أضاف البحر الهندي مع البحر الأحمر إلى مساحة الاستهداف، والعراق الذي انتقل إلى مرحلة استهداف مرافق استراتيجية كمطاري كريات شمونة وبن غوريون ومحطة الكهرباء في مطار حيفا ومصافي النفط في المدينة ومحطة المواد الكيميائية في مينائها، إضافة إلى قواعد استخبارات ومعلومات وثكنات عسكرية تم استهدافها بطيران مسير. لا شك في أنها أهداف لصواريخ دقيقة وغيرها من الصواريخ الثقيلة. إسرائيل في طريقها إلى تحطم مؤكد، هذا ما كتبه في صحيفتها أرتس إسحاق بريك، وهو لواء احتياط وخدم 10 سنوات مفوضا شكاوى الجنود. شبه بريك إسرائيل بسفينة تايتانيك وتصادمها بجبل جليدي وغرقها، وهناك فقدان صواب في المستويين السياسي والعسكري. حتى على المستوى الاقتصادي إسرائيل تتلقى الخسائر المباشرة، سواء في الشمال الذي فقد جزءا كبيرا من اقتصاده نتيجة إغلاق الشركات والمنتجعات السياحية، أم في الجنوب لا سيما في إيلات أم الرشراش التي تحولت من مشروع سياحي إلى ملجأ للنازحين من الحرب، أم في البحر الأحمر الذي أغلق أمام التجارة الإسرائيلية. كل ذلك على وقع تشرذم إسرائيلي وأزمات داخلية عميقة مقابل ثبات محور المقاومة الذي يظهر يوما بعد يوم أكثر تماسكا وقوة وعافية. وكل عام وأنتم بخير. حبيب عز الدين، الميادين. دكتور خالد، التقرير يذكرنا بتجارب الخطط الأمريكية والاستراتيجيات الأمريكية خلال يعني العقود الماضية، والتي تشير إلى أن كثير من هذه الاستراتيجيات كانت نهايتها كارثية والفشل، من العراق بعد الغزو إلى أفغانستان والخروج الفوضوي إلى مشروع الناتو العربي إلى صفقة القرن إلى حرب أوكرانيا وغيرها. في هناك قائمة من الفشل، هل هذا يعطينا مؤشر على أن ما يخطط الآن لغزة ليس قدرا، وربما يكون أحد يعني الخطط التي تنضم إلى هذه القائمة التي تحدثت عنها؟ يعني بالتأكيد الخطة هي تصفية المقاومة في غزة، ولا أعتقد هذا فقط جهد أمريكي، هنالك دول الغالبية العظمى من الدول العربية متواطئة في هذا الموضوع. أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قال لي أنه أحد المسؤولين أو السفراء العرب قال لهم إذا انتصرت حماس ستكون هذه كارثة علينا وعلى المنطقة، وقال لهم أنه انتصار حماس يعني انتصار الإخوان المسلمين، ونحن عملنا للقضاء على الربيع العربي وسنواجه الربيع العربي مرة أخرى. بالتالي هذا يوضح يعني ما قال الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية يعبر عن موقف كثير من الدول العربية التي لا تنظر على معركة حماس أو المقاومة مع إسرائيل كمعركة بين إسرائيل والمقاومة، بل تنظر على معركة بين مستقبل أو فرصة أن يعود الربيع العربي مرة أخرى وإسرائيل، وبالتالي هي تقف مع إسرائيل في هذه المعركة حتى لو لم تكن تعلن ذلك. الموقف الرسمي العربي المعلن غير الموقف المختبئ الجبان الذي يصمت و يحاول أن يوجه انتباه الشعوب العربية إلى أمور أخرى، من الرياضة إلى الحفلات إلى السهرات والمسلسلات، بدل أن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني. صحيح. هذا الشيء المحزن حقيقة، أنه في هنا في الولايات المتحدة المظاهرات بشكل يومي لم تتوقف، وحتى عندما ينزل الثلج والبرد
الحرارة الباردة جدا، الأمريكيين الغير عرب وغير مسلمين يتظاهرون مستوطن لغزة، فهي أنه جزء كبير من الشارع العربي إما مقموع وإما ملتهي نتيجة الإعلام في هذه الدول التي لا يريد أن يركز الشعب العربي على المآسي التي تحصل على بعد عدة هذه الصورة للأسف. دكتور خالد، دكتور محمد أيضا أنتقل إليك في موضوع الإقليم، يعني كيف أيضا سيتم الآن يجري التخطيط لغزة وحصار المقاومة الضغط عليها إلى آخره، لكن في حسابات في الإقليم، يعني غزة ليست لوحدها، واليوم السيد عبد الملك الحوثي كان يلقي خطاب ويقول سنطور عملنا وسيكون يعني هناك فعالية أكبر في الأيام المقبلة لعملنا في المضائق في البحر الأحمر وفي المضائق، وبالتالي أيضا حزب الله في لبنان يشكل معضلة كبيرة للولايات المتحدة وإسرائيل العراق وما فيها، بمعنى أن يعني أي فرض إيرادات على غزة لابد أن يلحظ ما يجري في الإقليم. يعني أنا أعتقد أننا الآن في مرحلة صراع إيرادات في أعلى مستوياته بين 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 خيارين، خيار التسوية الذي عبر عنه مؤتمر السداسي اليوم، ده خيار التسوية الذي يريد أن ينتكس بالوعي العربي بالانتصار العربي ويعود إلى مقبرة طوفان الأقصى، حيث الخضوع والخنوع العربي للإرادة الإسرائيلية الأمريكية. هذا مطروح الآن، ويعني هم أشبه بالمرجفون في المدينة، هم يحاولون القصاص من المقاومة ويحاولون تشويه صورة المقاومة وتشخيصها في إنها حماس. المقاومة أكبر بكثير من حماس، الشعب الفلسطيني كله هو مقاومة، شعب غزة كله مقاومة. ما يحدث في الضفة الغربية هو صورة مثل لما تريد إسرائيل من مستقبل القضية الفلسطينية. الخيار الثاني هو خيار المقاومة، واضح المقاومة في غزة والمقاومة في كل أطرافها تعي ما يحدث الآن. أي تهاون وأي تراجع يعتبر خطير جدا جدا على المستقبل العربي كله وعلى مستقبل المقاومة نفسها وأصحاب المقاومة. يعني اختبار صعب ودقيق، يعني غزة، يعني غزة دكتور ستكون المعيار لقياس المقاومة. أيوة يعني لقياس يعني اتجاه المقاومة في كل المنطقة. يعني أنا أحيي الموقف اليمني، موقف حزب الله، موقف المقاومة العراقية، ولكن أحيانا تصمت هذه المقاومات وإيران دخلت في يعني في سبات. أنا تابع الموقف الإيراني جيدا وأعرف إيه اللي بيحصل وأعرف خلفيات الموقف الإيراني، ولكن هذا في لحظة الخطر لن يفيد. يعني التحسبات الإيرانية الأكثر من اللازم في المواجهة والتخفي والعمل من وراء الستار لم يعد يكفي. نحن في مرحلة صراحة ومواجهة صريحة بين إرادة أن تبقى هذه الأمة وتتحرر أو تخضع مرة أخرى إلى انهيار يدبر لها. ما يحدث من اجتماعات أن يقود أو وزير خارجيته أو رئيس المخابرات الأمريكية ومقترحاته غير، هؤلاء كلهم في إطار البوتقة الأمريكية لإنقاذ إسرائيل وهدم طوفان الأقصى. مطلوب هذا هو إنقاذ إسرائيل من نفسها، وأن يذهب نتنياهو إلى الجحيم ويأتي من هو أفضل منه إنقاذا لإسرائيل، ثم تخليص الوعي العربي من طوفان الأقصى. مطلوب أن نبقى أذلاء خاضعين، ليست لنا. ربما هذا يلخص المشهد دكتور، يختصر يعني جمل تختصر المشهد. لكن سأختم أيضا مع الدكتور معمر عرابي من رام الله بالعودة إلى ما يجري في الدوحة. ماذا لو انهارت المفاوضات؟ ما الذي سوف يجري دكتور معمر؟ يعني ما هي تداعيات انهيار هذه المفاوضات أو انسداد أفق أي عملية يعني هدنة أو صفقة للتبادل؟ أنا لست متفائلا بما يقال عن الهدنة والصفقات. نحن نستمع أكثر من شهرين عن هذا الموضوع، هو كما ذكرت سابقا هو مجرد شراء الوقت وبيع الوهم لنا وللمجتمع الدولي. لذلك إن ما يجري في غزة اليوم في الضفة الغربية وسبعة أكتوبر هو ستكون، أنا أعتقد هي في ستكون آخر المواجهة مع إسرائيل، ويبنى عليها اليوم الأخير من الحرب في على غزة. اليوم الأخير هو البراميتر، الكل يناقش في الدوحة وفي القاهرة وفي الرياض
تحت مسمى مستقبل غزة الدي آفتر. أنا أعتقد اليوم الأخير يحدده اليوم التالي، اليوم التالي لمستقبل غزة يحدده اليوم الأخير من العدوان على الشعب الفلسطيني. لذلك نحن أمام مفصل تاريخي، إسرائيل تعيش هاجس عام 48 ومستقبل إسرائيل. لذلك أنا لست متفائلا سيكون عام 24 هو عام الحرب ومزيد من العدوان ومزيد من القتل للشعب الفلسطيني من أجل خلق حقائق جديدة. إنما يجري هي عملية تصفية كاملة متكاملة لكل مستقبل الشعب الفلسطيني والكل شريك، جزء من الإقليم والعالم العربي الرسمي والأمريكي والغربي هو يخطط بشكل ممنهج. لذلك أنا أعتقد أن ما يجري في غزة ليس صدفة، إنما كل يوم هناك حقائق جديدة ووقائع جديدة وخلق جغرافيا سياسية جديدة. لذلك هم حتى مجلس الأمن عندما يتحدثون، هو الهدف ما هو من قرار الأمريكي مجلس الأمن؟ هو حتى المطلوب رأس المقاومة في غزة، ولا يريد توسيع المقاومة في الجبهة الشمالية أو مع لبنان. ولكن أنا أعتقد ما يجري من وحدة الساحات بقضايا متواترة، لا مفر أمام الإسرائيلي إلا الذهاب أيضا إلى مواجهة مفتوحة مع لبنان، لأنه هو يدرك جيدا أن بعد غزة هو لا يستطيع أن يتعايش مع ما تفرضه المقاومة اللبنانية من أحزمة أمنية شكرا جديدة جزيلا وسياسية جديدة في شمال فلسطين. دكتور معمر عرابي، مدير عام مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل من رام الله، شكرا جزيلا. دكتور خالد صفوري، المستشار السياسي لمركز ميريدين للدراسات الاستراتيجية من واشنطن، وأيضا كل الشكر دكتور محمد سعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. مشاهدينا المسائي انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.